لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم. في صوت الشباب؟ صوت واضح؟ اتكلمنا الفليكس فيلد والفورمز والفانكشن والمنيو والفاليو سيت والبروفايل اوبشن والادمنستريشن اجلناه شويه، واتكلمنا عن ازاي اعمل ريبورت وازاي احطه على الابلكيشن يبقى زيه زي اي ريكوست موجود عندي. دردشنا كده على خفيف عن الاكس ام ال اللي ان شاء الله النهارده هنتكلم عنه على راحتنا. الاكس ام ال هي طريقه من الطرق السهله جدا اللي بتخليني اعمل ريبورت واحطه على الابلكيشن يبقى شكله احسن من الريبورتس اللي عاملاها اوراكل اصلا. يعني اوراكل اصلا هتلاقي الريبورتات بتاعتها شكلها ايه؟ لو عليها على الاخر لو عايزين عليها عن كده مفيش مشكله. لو الناس كلها حاسس عشان ما تقولوش اوطيه بعد كده الصوت كده كويس ولا اوطيه ولا عليه. تمام. طيب قلنا المره اللي فاتت ان اوراكل عامله لنا تول سهله جدا بتعتمد على ان انت يبقى عندك بس برنامج مايكروسوفت وورد. لو عندك برنامج مايكروسوفت وورد هتلاقي البرنامج ده سهل جدا. لو انت بتتعامل مع مايكروسوفت وورد هتلاقيه قمه السهوله ومفيش اي مشاكل. تقدر تعمل بيه ريبورتات وتحسن المظهر بتاعها وتخليها شكلها افضل من الريبورتس اللي عملناها اوراكل اصلا. طيب نشوف ازاي الطريقه بتاعتها. الطريقه بتاعتها سهله جدا. اول خطوه عندي بكريت ار دي اف. ايه ار دي اف؟ بعمل ريبورت بالريبورت فلتر عباره عن جمله سيلكت واحط فيه اللي انا عايزه بقى. يعني يعمل جروبس، يعمل سمري كولمز، يعمل فورمولا كولمز، يعمل فانكشنز بتاعتك، بروسيجرز بتاعتك، يعمل بليس هولدر كولمز، يعمل اي حاجه انت محتاجها هتطلع معاك الداتا. لان انت بتتكلم مع الاكس ام ال بابلشر مش بيعمل حاجه اكتر من اللي اوت. يبقى انت بس الفرق اللي هيديه لك الاكس ام ال بابلشر بدل ما كنت بتفتح الريبورت بلدر زي ما هنعمل لما نطلع شغل الصوت. بدل ما كنت بتفتح الريبورت بيلدر وتخش على الديزاين فيو وبعدين تخش على اللي اوت فيو وتفضل تعمل بقى في اوت وترسم والكلام ده كله. انتهى لي الشير واصل. ايه اخبار الشير؟ الشير يا شباب شغال ولا لا؟ يعني اه يا لا ها الشير شغال ولا لا؟ شباب حد يرد عليا يقول الشير شغال ولا لا؟ انا مش عارف هو علاء كتب واحد دي من بدري ولا من بعد الشير ولا ايه؟ طيب بسرعه كده تاني. احنا معانا اي ريبورت عندي معايا اي جمله سلك ورحت عامل بيها ريبورت ورحت رافع الريبورت ده على الابلكيشن زي ما احنا عارفين الخطوات. بعمله مانيوال محتاج خالص ان انا اعمل حاجه اكتر من ان انا اخش هنا اروح اعمل الكود بتاعي. نفترض مثلا عامل عايزين ايه؟ قلنا المرة اللي فاتت كنا شغالين على اجازات. هنبتدي عليها سوا. بتجيب ايه؟ بتجيب الفول نيم والامبلوي نمبر والاورجنايزيشن نيم. تمام. نوع الاجازه نجيب بيت الاجازه نهايه الاجازه عدد ايام الاجازه. طيب ناخد سكايب كده احنا نظبطها مع نفسنا نخلي شكلها احنا لازم يا شباب عشان نقرا السلكتايه لازم نحطها كده في الايه؟ الانفايرمنت بتاعتك اللي تشتغل بيها. انا مثلا بحب اشتغل ساعات بالدي ال او بالكود بحب يبقى يعني عندي ستايل كده لازم ابص على السلكتايه. اول حاجه دي اف اللي هو ايه؟ نير هول جلوبال اف زي ما قلنا في ناس بتكتبه كده وفي ناس ساعات تحط ايه في الاخر على حسب دماغك اف قصدي في الاخر مفيش مشكله. المهم ان انت تميز التيبل. عايزين نحط للابسنس نسميه نير ابسنس اتندنس ده بلو
نشتري أبوندنس ماشي، مش هنغير كتير يعني، ممكن نحط هنا راوند. لو الإجازات عندي مثلا فيها إيه، ساعات بتخش بالتقريب شوية، فنحاول نعمل لها إيه راوند، نسميها absence underscore day، نديها illness. حلو الكلام. عندي ال dead end بتاع الأجازة، وعندي ال start date بتاع الأجازة، وعندي نوع الأجازة، هي ما اسمها absence type في التيبل بتاعها يعني، بس هنا في الفيو اسمها كده organization name. تمام. ايه بقى الكونديشنز بتاعتك؟ قال لي اول حاجه البيرسون اي دي، زي بيرسون اي دي اتندنس، زي ما قلنا البيرسون اي دي هو كي اللي مشغل للاي تي، ما استغناش عنه ابدا. ما تقول لي بقى مين خلاص اي دي، الكلام ده كله ايه، دي قواعد معينه من الاساسي عندي ماشي في معظم الاوقات. هو ايه البيرسون اي دي؟ طيب اورجانيزيشن اي دي هنا، هو الاورجانيزيشن اي دي هنا. تمام. طبعا يا شباب ممكن يكون في اورجانيزيشن معهاش موظفين، كده مش هتظهر معايا، وده اللي انا عايزه. طيب السيس ديت بتوين ايه وايه، بين الستارت ديت بتاع الموظف والاند ديت بتاع الموظف، اتفقنا على الكونديشن ده مهمته ايه، موجود في الدير بيبول اف زي ما اتفقنا، وموجود في الاساينمنت كاكتر طبعا لو بيحصل له ترقيات او كده. طيب احنا قلنا التو كار بتاع الستارت ديت المانث بتاعه يكون ديسمبر، ليه كده؟ ما فيش مشكله، احنا ممكن يعني عشان كده ما تبقاش كثيره، كان محطوط الكونديشن ده. ال dead end not null طبعا، مش عارف في كيس ممكن يبقى فيها dead end null ولا صعب كده، لو حد بيدخل اجازه من على الابلكيشن مستحيل يسيب له ال dead end null يعني، ولا حد عنده معلومه يضيفها لي. اكيد في السيلف سيرفيس لو انت بتدخل اجازه لازم يطلب منك ال dead end بتاعك. طيب وبيرتب بال data دي run في حاجة منها في كوما option space round، هنركز في هنا السنة. شفت يعني ساعات بيهيس كده، أي برنامج كده بيهيس لك ايرور وبعد كده يسكت وبعد كده يطلع لك ديتا. طيب هنا في مشكلة عندي، في أكسس كتير مش موجودة، تعالوا نشوف الراوند ونشوف ممكن الراوند هو المشكلة. نرن تاني. تمام. دبل شين ساعات الابسنس ديز بيطلع لي بالشكل ده، فيستحسن ان احنا نعمل له راوند. هنا طبعا في رقم من 7 ل 7، ما هي تبقى يعني يوم مفروض زي دي كده، ده يوم سيك تايم فاكيشن سيك. طيب هنقول له كمان ان الابسنس ديز نوت نال، ماشي. نقول له الراوند بتاع الـ absence days، أو خليها الـ absence days عادي خالص مش مشكلة، days not null. طيب نشيل بقى الـ absence days اللي لوحدها دي، محتاجين اللي هي الـ راوند عشان تطلع يعني أبرز شوية من المنظر اللي مش شايفينه. هو أنا محتاج أجيب لها راوند، أنا مثلا في نص يوم يتحسب أو كده، فخلاص يبقى عندي الراوند أفضل. تمام كلام جميل. في اي ملاحظات شباب؟ نطلع بالايه الداتا دي. اوكي. طيب نفترض دلوقتي انا عايز اعمل جروبنج مثلا، عايز اصم على امبلوي نمبر، عدد ايام الاجازات اللي هو واخدها، ماشي. تعالوا نعمل ولا بلاش، خلينا كده كويس، هنروح احنا نعمل الصم جوه الاكسل اللي بتاعنا دلوقتي. طيب انا عندي الكويري بتاعي اهو، عندي الموديل بتاعي، خلينا مثلا نقول ابسنس. خلاص في اي ملاحظات؟ يكون بايت هنا عشان طبعا
جميل. كومبيليشن سكسسفول ما فيش اي مشاكل عندنا طبعا، الريبورت نهائي موجود طبعا. حد يقول لي بقى كده الخطوات، افتح له المايك كده ويقول لي الخطوات بعد كده المفروض اعمل ايه عشان احط الريبورت ده على الابلكيشن ويطلع معايا داتا. وبس كل اللي هنستغنى عنه ان احنا مش هنخش على ايه، على البيبر لاي اوت. لحظه واحده يا شباب، معاكم يا شباب. احنا كل اللي هنستغنى عنه ان احنا نخش على اللاي اوت، سواء تكون بيبر لاي اوت او لاي اوت. ده بقى بخش اقعد اعمل بقى ميجو وميجو والكلام ده كله هنا، لا انا هستغنى عن ايه؟ عن الحته دي، وراح اعملها فين؟ في الريبورت اكس ام ال بابلشر. اوكي، حد ممكن يقول لي الخبر بعد كده ايه؟ تمام، فين بقى؟ واحد اللي كلمني في التليفون موجود، اتصل بيا يوم الحد. حد من الشباب كده اسمه علي كلمني يوم الحد، للاسف من بيته راح الدنيا، احاول كده اوصل له تاني. يا شباب حد يقول لي اي حاجه كده، حسسوني ان انتوا معانا يعني. علاء معاذ، حد يقول لي اي حاجه الخطوه اللي بعد كده؟ حد عنده المايك افتح له المايك. انا معايا دلوقتي ار دي اس، المفروض اعمل ايه؟ اي حاجه حتى لو غلط. ها افتح لك المايك. طب يلا قول لي في المايك، شوف لي واحد لو افتح لك المايك انت هتقول وانا هشتغل. ها افتح لك المايك. مش مايك النهارده؟ طيب ماشي، خليها عليك. طيب هنعمل ايه؟ هنروح نحط الريبورت ده على السيرفر في اي حته كده وخلاص في السيرفر، يعني نفتح السيرفر ولا لو لينكس بقى ولا ويندو ولا خليه في اي حته، اكيد لازم اروح على مكان معين في السيرفر، صح الكلام؟ انا بسيب الريبورت دوت از سيف عادي جدا ك ار دي اس. طيب احنا في محاضرة النهاردة، المحاضرة الثانية اكس ام ال، معانا الفايل خلاص اهو، الفايل ونرميه على السيرفر. افتح السيرفر اهو وارميه في اي حتة على كلام علاء. قافل الفايل اهو معايا زي الفل، ار دي اس ارميه فين؟ طيب عشان وقت التسجيل ما يروحش، نخش على الفولدر اللي فيه الابلكيشن، الابلكيشن بتاعتنا، الابلكيشن ستيج اهي على ابل، على عايزين نحط الفايل ده فين؟ في الغالب هحطه فين؟ فين في دي؟ طيب عندي كذا لغه، لا لغه واحده بس. طيب لا هنحطه هنا مع ايه؟ مع اي اس. افترض ان احنا بنسمي الريبورتات ازاي يا شباب، او اي حاجه عندي لازم نحترم ايه؟ هنا اللي احنا شغالين فيه، وراكن اي لنا ايه؟ ولكن ايمن ده لو سمحت ممكن تعمل ايه ريبورت، لو سمحت وابدا تسميته باكس اكس، بعدين بعد الاكس اكس حط الاختصار بتاع الشركه بتاعتك، نقول له مثلا احنا بنطلع تمام، هو ده الاسم اللي انا هعتمده عندي. لو سمحت ما تحطش اي فايل غير لما يكون الاسم ده، انا على كده انزل على كولوم تحتي خدت كولوم، ما نزلتش كده على رول تحتي فانا مش هتسوي. طيب هصوره بالاسم دوت، خلاص نفتش بقى، عندي اثنين اللي مش عايزينه، ناخد الفايل ده وارميه على السيرفر على طول، نعمل له ابلود كده. لما الابلود يخلص هيظهر لي هنا ويقول لي تمام مبلود، ده راح اعمل الخطوات الجميله بتاعتنا ايه هي، هشوف ارميه على ايه، هجهزها كونكرنت طبعا، ونجيب اسامي ونروح نرمى ونشوف ايه اللي هيحصل معانا وايه الحاجات اللي المفروض ما تحصلش علشان الريزلت يظهر بصوره سليمه واليوزر يعرف يشتغلوا عليه تمام. الكبسول شغال، الجافا سيرفر بتاعها مش مظبط عندي خالص. طيب هنشتغل منين بقى؟ هنشتغل طبعا من السيستم ادمنستريتور او الابلكيشن ديفلوبر اي حاجه فيهم، كونكرنت بروجرام هنعرف اكسكيوتابل، هنسميه ايه الاكسكيوتابل ده، معانا اسم الجود
الريفر تحت مسطح او جزيرة، أجي اسم الريفر ونسميه بنفس الاسم وطبعا نسمي بيه ايه مكسيكو تاون، ادي الشرطة بتاعه مفيش مشكلة لو جوه بعض. الابلكيشن هيبقى بين، لو عندك ابلكيشن كاستم حطه على ابلكيشن كاستم، يعني نفترض رحت المكان عندهم اكس اكس سي اي بي، خلاص يبقى ده المكان اللي هتحاربوا عليه معظم الريبورتس بتاعتك. اوكي يا شباب، طيب اكسكيوتابل اسمه ايه؟ عادي اسمه حط دوت ار دي اف هيضرب منك ما ينفعش. ماشي يلا سيف. النصيحه بقى وانتم شغالين يا شباب، حاولوا تعملوا اكسكيوتابل مضروب كده وسميه اكس اكس تيست وخليه عندك، عشان في شويه حاجات وانت شغال في كونكرنت عايز تغير حاجه تعدلها في الاكسكيوتابل ما تلغيش الكونكرنت. نشوف ازاي الحته دي يعني ايه. تمام سيفت اهو معايا اسم الاكسكيوتابل جي بي اهو. انا طبعا بعيد الحته دي كتير لان انت شغلك اغلبه ريبوس. وادي الشورت من وادي الار دي اف فايل بتاعي دوت، يعني حاول تشتغل بالطريقه دي في الدوكيمنت كده كل هتعمل حاجه عشان ما تتوهش وانت بتدور عليها. لو انت بتعمل مثلا ام دي 70 في الشغل بتاعك مطلوب منك اي تمبلت تكنيكال انت بتعملها بعد ما تخلص شغلك عشان تجنبه، حاول تخلي الداتا معاك كده حتى في النوت ده ظريف او النوت ده بلس بلس ظريف في الموضوع. نخش بقى على مين؟ على كونكرنت نسميه ايه؟ ديفاين دلوقتي البروجرام نفترض هسميه بنفس الاسم طبعا كده عك ما ينفعش. هنروح مكان محترم نشتغل فيه مش هسمي كونكرنت بالاسم ده. ليه يا شباب؟ حد يقول لي ليه ما ينفعش اسمي كونكرنت بالاسم؟ ليه ما ينفعش اسمي بروجرام او كونكرنت بروجرام اديله النيم بالشكل ده اكس اكس والطريقه دي؟ ليه؟ طبعا ده مش ريكومند طبعا في اول مكان شغل. ليه بقى؟ ممتاز اجابه من زميلي. ده الاسم اللي هيظهر يعني يرضيك ان انت تروح في مكان كده ترن ريبورت يقول لك اسمه اكس اكس اندر سكور مش عارف ايه اي بي اس اي بي اس مش عارف ايه. لا مش طريقه، لا اسميه اسم محترم. ايه بقى هسميه ايه؟ معاك بقى حقك تعمل سبيس هنا وتعمل اللي انت عايزه. محدش في الشورت نيم طبعا بيحط سبيس يا جماعه ولا اي كلام من ده ما ينفعش. شورت نيم ده شغل داتا بيز، فبنحترم الداتا بيز اللي احنا بنعمل الريكورد بنكتبه صح. ما نحطش بقى فيه ما نحطش فيه غير اندر سكور، يعني احنا ماشيين زي ما احنا بندخل داتا خاصه بالداتا بيز هنعمل بيها سلكتات هنعمل بيها وير كونديشن نحط وير كونديشن الشورت نيم بتاع الكونكرنت لازم يبقى الموضوع صح. لكن بالنسبه للبروجرام نيم ده اليوزر هينادي عليه ما ينفعش يروح ينادي عليه كده غير نسميه اسم معين. انا لو كل الريبورتات بتاعتي اكس اكس اندر سكور الدار اندر سكور مش عارف ايه بلوي اندر سكور اكس اكس مش عارف ثلاثه اليوزر هيعرفهم من بعض ازاي؟ انا عايز لما يجي اليوزر يحول لويز ابسنت مثلا حسب بقى النيمنج كونفنشن بتاع المكان اللي انت رايح فيه بتدور عليه. اول حاجه تروحها تقول لهم يا جماعه هو فين النيمنج كونفنشن بتاعكم؟ فين الجايد اللي انتم شغالين بيه عشان امشي زيكم؟ او يعني تدور على ريبورتات الكاستم بتاعتهم وتشوفوا ماشيين ازاي وتمشوا باي طريقه بتاعتهم. ممكن تسالهم عشان تبقى ايه يعني هم ده القديم وده الجديد، لا يعني غيروا النظام تبقى انت معاهم على النظام الجديد. وي ابسنت مثلا اتش ار مستحسن برضه نحط اسم الابلكيشن اللي احنا شغالين عليه في اسم الاكسكيوتابل. يعني كان المفروض الاكسكيوتابل يا شباب واحنا شغالين نحط هنا مثلا ايه اكس اكس اندر سكور الدار اندر سكور اتش ار. تمام هذا افضل يعني. طيب الشورت نيم، لا الشورت نيم بقى ايه بتاعنا احنا ده بتاعنا احنا نحط مثلا هنا اتش ار ولا بلاش عشان ما نلخبطش نفسنا. طيب الابلكيشن اللي شغال على زي ما قلنا لو انت شغال على كاستم ابلكيشن خاص بيهم تحط فيه كاستم فولدر يعني كاستم ابلكيشن. لو انت شغال تحطه على البيت تحط الجوجل ديبارتمنت بتاعي مش هتبقى حاجه جديده طبعا. الشورت الشورت نيم بتاع الاكسبلور معايا ممتاز مفيش حاجه على علي اوراق الروبوتس اهي هتضعه ايه اكس ام ال ممتاز ستايل خليه يا سيدي مثلا لاند سكيب جون حسب الدنيا عندك ماشيه ازاي بتمشي عليه. طيب
نقول له في دبل، لا سيف، ناخد اسم مين معانا دلوقتي كده علينا، اسم المقرن الشورت دومين بتاعه متنور معانا، الشورت دومين بتاع الكونكرنت مش انا بحب اختصر بقى كلمة شورت دومين ونيم والكلام ده كله معايا دلوقتي الشورت دومين ناقص دلوقتي اروح على اي ريسبونسابيلتي احنا عارفين لازم اروح على الريسبونسابيلتي الخاصة بي طب هيومن ريسورس اروح الاقيه دلوقتي رحت قلت له بعد كده اكيد مش هنلاقيه هنقول على كده ادي اسمه ايه تجرب معايا يا ترى انت موجود مش موجود لا ما تكمل كنت بقول لك مش موجود بص انا غلط في حاجه انا نسيتها ايه هي علي هاتك مره ثانيه عليا مش هينفع كده بقالي 5 دقايق قاعد مستني حاجه احنا ناسيين ان احنا نحطه على ايه على ريكوست جرو طب الريكوست جرو هو طب الريسبونسابيلتي بتاعتنا اللي هي بتاعت الهيومن ريسورسز فيجوال اوبريشن اسمها ايه اسمها يو اس اس اتش ار مش عارف ايه كده فاحنا معانا اسمها هنروح نضيف عليها الريبورت اسمه ايه الريبورت يا ترى هنا هلاقيه انا لو عملت عليه سيرش كده هات هلاقيه هنا انت لو ما لقيتوش هنا يبقى في مصيبه لا موجود تمام ومظبوط على الارض طبعا هنا شباب زي ما انتم شايفين في حاجات جايه من الفاينانشال الكونكرنت محطوط على فاينانشال وفي نفس الوقت محطوط على البوست جروب بتاع مين؟ مش اه في مشكله لا ما فيش مشكله في حاجات جايه من الفاينانشال مش عارف انت لو حطيته على كاستم ابلكيشن عندك اللي هي مثلا اسمها اكس اكس سي اي بي اكس اكس انا ايه؟ ساب اكس اكس اي حاجه في الدنيا شغاله اي حاجات محطوطة على الفرنشر الابلكيشن في نفس الوقت موجودة عندي فين؟ على هيومن ريسورسز طيب نسأل على الموضوع ده وحطينا في الاتش ار ادسنس اهو انتوا شايفين معظم الريبورت عاملينها في الاتش ار على حسب الفيجن يعني طب نجرب نروح نرن الريبورت بتاعنا ونقول له في الفيجن انتوا فيو ار انتوا ام انتوا ونديله اسم الجوجل في بارامتر ان شاء الله راح اختبرنا عندنا نختبرنا على طول طب نقرا نو فايند يو سي بي اسم ما شاء الله وانت على ابلكيشن كبيره ونص الفران والبروجكتات اكتب اسمه عشان تدور ريفريش كومبليت صراحه اختبرنا الاوت بوت بتاعك الاوت بوت هيبقى هنا اللي تروح على ايه البراوزر الله ايه الجمال ده كويس انا بقول انت مطلعه ده ايه ده كده صح غلط انت كده صح انت ايه اللي طبعه لي اسم هو الراجل طبعه لك وانت عامله بريبورت بيلدر فيجن ده موجود اهو صح ولا غلط طيب احنا معانا دلوقتي الاكس ام ام اوت بوت بتاعنا وبرضه نقدر نجيبه من الريبورت، الريبورت بندر بيبقى في الحمام لو الريبورت اتغير ما بيطلعلناش الريبورت. طيب نروح نقول له هنا معلش تعالى الخطوه اللي احنا ناقصينها انجنريت اكس ام ال فايل. انجنريت اكس ام ال فايل فين؟ جنب الار دي اف بتاعنا، مشكلة. بيت اكس ام ال اكيد محتاجة فقط. بيحصل ايه دلوقتي؟ انجنريت اكس ام ال فايل ازاي؟ ويرن الريبورت. طب انا ما حسيتش هو رن حضرتك لو في بارامتر كان هيطلبها منك لازم يطلبها منك طب الداتا اللي انا حديها له دلوقتي هل هي دي الداتا اللي هتطلع معايا على طول يعني الداتا دي بقت فيكسد ولا الداتا دي هتتغير لما رن الريبورت في الابلكيشن تعالى نحط هنا اي حاجه نحط مثلا نحط تعالى نحط ايه نروح نحط نقول له وير مثلا أول حاجة and number أنا شباب عندي هنا التكرار ده واخد أجازات وأنا بتاعته عارف نفسي من كل أنواع الأجازات كده إن شاء الله ما باخدش ولا ما استغربش بقى من التكرار هنا أنت بيجيب لك أجازاته كلها وبعدين هو بيكتب الإنجليزي نمبر الراجل ده شبه عسل ما في أجازات كتيرة دي على الأبلكيشن هو ما فيهاش مشكلة بتفضل طيب هنقول له وير ان الاورجانيزيشن نيم
أنا بحب النون يعني، خلينا معاه ونوضح النون. تساوي طلع أربع ضربة بالمقص من الشمسي. أربع ضربة، عامل إيه أربع ده؟ تعالوا نغني كده. ده مفيش إدارة اسمها تريننج، أنت جايبها يا أخي، أنت لسه كده قايل له أبر، يعني هي أبر يعني تاني، وهي كابيتال، كابيتال تساويها لي مع الكابيتال. الله عليك ده، طب هو مش كابيتال إيه، بس أنت قايل له هات لي كابيتال بتاعي، الكابيتال بتاع الكونديشن. طيب إحنا كده بقى عندنا كونديشن، نفترض إن أنا هشيله ده، بقول له إيه بيساوي نقطتين او برضه الكلام ده، لما احطه في الريبورت بيلدر ايه اللي هيحصل؟ ده عنده تصور انا حكريت لك بارامتر اسمه اورجانيك، هي دي اللي حطيت لي نقطتين وبعديهم اورجانيم. انا ايه بقى الكلام ده؟ قال انا افهم كده ان انت عايز تبني بارامتر عشان اسالك عنه، وانت بتوصل لي كارت كويس بارامتر. قال لي اه نوع ايه الكلام، ياخد اورجانيم حرف، الكلام ده مظبوط، في مشاكل مشاكل كومبايل ولا كومبايل وفي كل حاجه كومبايل. اوكي دلوقتي احنا معانا ريبورت جديد نعمل له ايه؟ سين. طيب الريبورت القديم نعمل له ايه؟ ده اخر ابديت من الساعه 8 ونص مش هينفعني، راح يقول له ايه؟ قال لي اه اخر ابديت 8 43. لا يا شباب ما تفرقش يعني، طب خلونا للسيرفر هتلاقيه واخد التوقيت الجديد. طب انا هبدل، هعمل ريبليس، خلي بالك عشان انت واقف على اتش ار، هلاقي في واحد اسمه زي اسمي، هعمل ايه ساعتها؟ اللي هقول لك اوفر رايت ولا ايه؟ غالب يا شباب في شغلنا لو الريبورت ده ستاندر لازم اعمل واحد اندر سكور اولد، نسيب تاريخ النهارده اللي انا هعدل فيه اسميه اولد، والجديد اللي انا بعمله تمام يتحط بنفس الاسم القديم بقى، مع القديم خد اندر سكول اولد، ساعتها هيبقى واحد اولد وواحد نيو. طيب انا عكيت والدنيا باظت وبعيط، حد يجيب لي الريبورت القديم هات لي باك اب بقى واقعد ادور على، لا الاحسن من الاول واخد ريبورت زي كده. لو انا عندي منه مستحيل انا اختار الريبورت كده ده سميته اندر سكول، ده مش في تعديلات مثلا جاي كده عليه انت اندر كور النهارده 2 وده اولد 0 اي حد هيجي يشتغل بعدك هيفهم ايه؟ هيفهم ان انت جيت يوم 2 9 2016 روح كان يتداول اللي هو الجديد، رحت حاطه على الابلكيشن، في واحد قديم وواحد جديد. طيب الجديد ده فيه مشاكل، عايزين نرجع للقديم اللي هو قبل واحد قبل 2 9 يرجعوا له بالسكول. طيب كلام جميل، نشوف اللي هيحصل. هل هيطلب برامج ولا ايه؟ ايه برامج يا شباب؟ حد معانا؟ حد من اهل الدنيا لسه موجود معانا؟ حد مركز؟ يطلب برامج؟ طلب ايه الشغل؟ ما ينفعش كده، انت نسيت حاجة مهمة، نسيت تحت سطر من البارامتر ده تعمل له ديفاين. اسمع اعمل ديفاين البارامتر ده، طب منين يا سيدي؟ روح كده على الابلكيشن البارام وده سيرش على اسمه، معايا اسمه طبعا. طيب هو ليه بارامتر؟ مالوش اهو، وايه ذنبه بقى؟ ما كتر خيره. طيب مثال البارامتر يبقى برامج ايه؟ خليه حماده، الاسم عندي حد ازاي يعني؟ البارامتر يا شباب زي ما اتفقنا ممكن اسميه باي اسم، مثلا البارامتر رقم 10 يبقى اسمه اورجانيزيشن. كلام جميل. طيب هيجي منين الاورجانيزيشن نيم ده؟ هيكتبه بايده؟ انا عامل فاليو 6 وانا جدع بقى. طيب خلينا نعمل فاليو 6 الاول ونكنسل. اوكي فاليو زد دي هنعملها فيها ايه؟ اكيد ليها علاقه باللي احنا بنعمله ده، ندور على حاجه فيها كلمه اورجانيزيشن نيم.
ترى عندكم حاجة من القطن ولا ترى على القطن حاجة من القطن في مصر؟ أنت بتجيب الداتا منين؟ من سنك منين؟ طبيعي ما تطلبوش عنك. ما هي علاقة بالقطن سؤال بقى. شكله كده ده مقربوش منين؟ من اللي أنا داخل فيها؟ نجربه. مش طيب معايا اسم الفاليو سيت، طبعا كمان ممكن نشوف الفاليو سيت دي شغاله فين وندربها يعني، بس يعني ندربها دلوقتي هيحصل مشكله كبيره يعني لو جربناها. الاوبت ار شكلها حاجه كده فرنسا، ما تكتبش بالكونديشن كويس شكله. طيب احنا عندنا الريبورت بيلدر، تعالى في حاجه اسمها التوكن تحت. ايه التوكن ده؟ قال لي هو ده بقى يعني باريس كلها، ده لو اسمه مش صح مش زي اللي موجود في الورد بيلدر عمرك ما هتعرف تظبط الموضوع بتاع ايه، عشان لو برامتر هيروح بتاع هيضرب لك ايرور كل شويه، فلازم يكون اسمه خلاص. اي طبعا ايرور ده طب هنشيل منها حاجه، هنعمل واحده زيها ماشي، نروح نعمل واحده زيها حاسس ان هي هي بتسلكت ايه وير اوبريشن نيم اوبريشن هياخد دور اخيرا طبعا. احنا ممكن نروح لتريك دكتور يعني فاهم انت انت حاجه دكتور سلكت احنا عايزين الاورجانيزيشن اي دي بتاعها ده انجليزي، بس يعني خلينا في الاورجانيزيشن اي دي ده ان طبعا عارف ازاي احسن سلكت موجود برضه اساين وناخد الايه اللي كان مسمعنا بتاعتنا نجيب بس الايه قرارات شغاله تمام. جبنا اهو الدور بتاعنا نروح نبرمج الكابلوسات اكتر طبعا 6 عادي بقى بكره شعار اندرسكور انا عايز بقى تكتب في الديسكريبشن تيبل ولا مثلا بتطلع عكس حاجه بتاعت تطلع تيبل بس ها صح معايا؟ هو المعزوم بس نطلب التلفون غني هاي هو الطالب الصدقي التلفون الصدقي الجديد بقى ما صورناش اسمها لا ده المايك وش على طول بس كنت انا بكلم نفسي ولا حاجه في الفتره اللي فاتت دي ولا علي الصوت
كده احسن. طيب ماشي تمام. ده كان كل مشكلة ان هو صوت واطي. طيب الصوت عالي بقى، تشوفك هترد عليا ولا لا. طيب نروح بص عشان نستريح، هي اكس اكس مش هتلاقي كتير. في كام اكس اكس اي ادوار اتش ار حلو جبناه سي ايه تمام. انا موافق يا سيدي. نروح نرن بقى الايه الريبورت بتاعنا. ايه ده طالب مني بارامتر، اشمعنى بارامتر ده بقى هيجيب داتا منين؟ قال لي ادي الاطارات. طبعا قايلين له ابر، ربنا يستر نسينا نعملها ابر صح؟ اكيد هتضرب. بص يعني ايه انت واخد الوقت ده كله ليه؟ ده انا قلت انت هتضرب ومش هتطلع داتا. كلام جميل، ما طلعش أي حاجة الحمد لله، يبقى إحنا كنا شغالين غلط. نرجع بقى نصلح الغلطة دي. الغلطة دي فين يا شباب؟ إحنا نسينا إن إحنا عاملين له أبر في الريجو. أسهل إن إحنا نروح نعدل فين في الفاليو ست كده، الفاليو ست عشان نقول له أبر صعب. طيب نروح نعدل في الريجو أسهل. سويب كومبايل الأول موبايل سيف بدل اللي انا قلت له نبص على ايه الدود على طول يا ريس. يلا نعمل ريبليس ونروح نرنه تاني اوفر رايت ايه ونعمل ريبورت بقى ايه تاني ستارت وبوست كنترول وايه اللي هتطلع معاه ولا اي حاجه. طبعا يا جماعه ممكن تطلع اداره، يعني لا صعب تطلع اداره ما فيهاش موظفين. يعني انت تدور له كونديشن ان هو ايه لازم الاداره يكون فيها ايه موظفين عن طريق وير ان الاورجنايزيشن اي دي ده هو موجود في الاساينت، وكده صعب تطلع الاداره ايه فاضيه فاضيه. طلع مش صعب، يا اما هو لسه ما حسش بالتعديل يعني استنى عليه ثواني كده. ايه خلصت؟ انا رحت وريت الاكس ام ال الشطاره دي. طيب ده كام؟ ده الساعه كام؟ 8:57. طب ما احنا ودينا. طب والاكس ام ال طبعا مش لازم يروح هنا. ديليت نص نابديت تاني نرفش ده نابديت تاني ابلود اوكي نعمل أي حاجة نطلع من حسابات سليمة دي ونخش في حاجة تانية. احنا كنا متأكدين من تريننج صح؟ عشان بس تريننج دي كان فيها ناس تريننج كتير. احنا نسينا كونديشن مهم، كنا بنتكلم مع انهي اورجانيزيشن. نسينا الـ Operating Unit صح؟ طلع قماش أيوة مش مشاكل، طلع معايا الناس اللي بتتكلم كويس. طيب لما أجي بقى أطلع XML ده اللي إحنا كنا بنلف وندور عشان لما أطلع دلوقتي هقول له Generate XML وسايبهولي بنفس الاسم القديم أهو. إيه اللي بيحصل؟ بيطلب مني البارامتر، ما أنا لازم أديله بارامتر. طب يا ترى البارامتر ده هو ده اللي هيشتغل معايا غصب عني؟ يعني انا بعد كده كل ما اروح ارن الريبورت هيجيب لي الناس بتوع التريننج بس؟ لا امال انا عامل فاليو سيت ليه؟ ده بس الفاليو سيت دي عشان اطلع اكزامبل اكس ام ال هقدر اشتغل عليه، لكن الاكس ام ال فايل ده مش هستخدمه في اي حاجه غير بس في الوورد عشان يكري بيه التمبلت، لكن هو ملوش لازمه. انا كده خلصت شغلي مع الريبورت بلدر كده خلصت. انا مش محتاج ابقى عبقري في الريبورت بلدر عشان اعمل ريبورتات كويسه. والله انت ممكن تحط فيه شغل كتير على حسب ال، مش كل حاجه هيجيلك اللي اوت، مش كل حاجه تعرف تعملها في اللي اوت، في حاجات كتيره بره اللي اوت، موفينج السمري الفورمولا الحاجات دي تبقى بره اللي اوت. وريبورت بندر وفي شغل الحمد لله خفيف. طيب انا معايا دلوقتي ايه الاكس ام ال فايل، المفروض الخطوه اللي هعملها اتفقنا عليها ان انا هروح اكريت له
فايل يتحط بقى على سيرفر. طيب هنكريت فايل ازاي؟ هنروح نقول نيو. ايه الفايل ده؟ ايه مكوناته؟ ولا حاجه. هروح اقول له ارن. طبعا احنا عارفين الاكس ام ال بابلشر عباره عن برنامج بسطبه فيرجن الكومباتبل مع الفيرجن بتاعت الابلكيشن اي بيزنس اللي عندك، هي دي اللي انت بتنزلها، لازم تكون متوافقه معاها عشان ما تعملش ريبورت يضرب منها الفاظ. طيب احنا على الديسك توب اهو، ده اللي احنا عملناه. طيب انا هقول له انسيرت، انا عايز اعمل ايه؟ مجموعه فيلدز كده في تيبل، فعندي فيه ويزرد اهي سهله وظريفه. نيكست، ايه الحاجات اللي انت عايزها؟ انا عايز كل حاجه. نيكست، دي عندك حاجه عايز تقول باي؟ مش دلوقتي. لان الجروب باي موجود. عايز تعمل سورت؟ لا مش دلوقتي. طيب في حاجه تانية عايزها؟ الاسامي تتغير؟ لا زي ما هي. كلام جميل. في مشاكل كده؟ لا مفيش مشاكل كده، الدنيا طالعه مظبوط. إيه ازاي اعرف ان الريبورت ده مظبوط ولا لا؟ قال لي بكل بساطه هتخش على بريفيو وتقول له بي دي اف اكس ام ال اتش، الحاجات الصيغه اللي انت اصلا تقدر تطلعها من الابلكيشن موجوده، زي البي دي اف، زي الاكسل، زي الار تي اف، باور بوينت ما جربتوش الصراحه، بس يعني خلينا ايه في الحاجات العاديه. طيب هسيب، هتسيب ايه يا سيدي؟ قال لي هسيب الفايل ده. هتسيبه ايه؟ قلنا لو وورد مش هيشتغل لازم اسيبه ريتش تكست فورمات اللي هو ده. طيب هادي الفولدر بتاعنا الجديد، هنسمي الفايل ده ايه؟ هنسميه على اسم الايه؟ الريبورت. يعني الريبورت اسمه اهو، عشان بس يبقى متشابه معايا، لكن عادي يعني نسميه اي اسم. ار تي اف سيف بقى. عندي الفايل دلوقتي دوت ار تي اف، هو ده اللي ينفع يترفع على السيرفر. بريفيو وريني كده بي دي اف. قال لي اهلا بيك، ادي اسم الموظف، ادي النمبر بتاعه، ده ادارته، ده نوع الاجازه اللي انت عايزه. طب كلام جميل، ده ينفع احطه على السيرفر؟ قال لي سيفت خلاص ماشي. ايه روح على السيرفر، في ريسبونسابيلتي خاصه بالكلام ده؟ قال لي طبعا، هو مش من هنا، في ريسبونسابيلتي خاصه اسمها ايه؟ شكرا معاه. اسمها اكس ام ال، اوست اكس اصلا طلع لي اكس ام ال، انت من جيت وي مالناش دعوه بيها، الببلشر ادمنستريتور هي دي اللي بنشتغل عليها. طيب الهوم تمبلت داتا ديفينيشن، قلنا لازم نكريت الداتا ديفينيشن الاول. ليه الداتا ديفينيشن؟ هو عباره عن الوصله اللي بتوصل لي ملف الوورد اللي انا هطلعه ده بالكرنت اللي انت عامله، يبقى انا لازم يكون معايا ايه من كرنت، وقلنا الشورت نيم بتاعه كونكرنت. طب انا بسميه اسم وبسمي الشورت نيم بتاع الاكسكيوتبل اسم على راحتك، انا اللي انا عايزه الشورت نيم بتاع الكونكرنت. طب انا عندي بارامتر، انا عايز الشورت نيم بتاع الكونكرنت وهطلع لك كل اللي انت عايزه، مالكش دعوه. طيب معايا الشورت نيم بتاع الكونكرنت. فين الشاشه؟ ما فتحتش ليه؟ بتفتح في الويب يا سيدي، تعديلات بقى وشغل جديد. طيب ايه الكود ده؟ قال لي هو ده الكونكرنت شورت نيم. طب يا ترى في حاجه موجوده في الاسم ده؟ هل الكود ده مربوط عليه اي تمبلت اي ديتا ديفينيشن؟ لا. حلو قوي، يبقى ساعتها اروح اقول له ايه؟ كرييت نيو داتا ديفينيشن. هنسميها ايه الداتا ديفينيشن دي؟ حاضر، سمي الداتا ديفينيشن زي انت ما عايز، مش هتكتب، سميها بنفس الاسم اللي بتاعنا ده. الابلكيشن اسمها ايه؟ اقول له سي دي هيومن. ودوس تاب، هيتح لي شاشه فيها اسامي الابلكيشن اللي انا بختار حروف. هيومن ريسورس اخترتها، اند ديت عايزينه مش مشكله، ستارت ديت النهارده. عايز تحط ديسكريبشن، حط قول الريبورت ده معمول عشان ايه. طيب ابلاي، كتر خيره، كريت لك الداتا ديفينيشن بتاعك. هستفيد بيه الداتا ديفينيشن؟ هروح اكريت بيه التمبلت. ايه هي التمبلت؟ التمبلت هي مكان اللي هتحط فيه ملف الوورد اللي انت عملته، ملف الار تي اف اللي انت عملته، اللي هو معمول بالاكس ام ال، اللي هو نتاج شغلك، هو اللي اوت بتاعك، هو اللي فيه كل اللي انت اشتغلته. هتحط فين؟ على الابلكيشن عن طريق التمبلت ده. طيب التمبلت هيطلب مني مين؟ الداتا ديفينيشن. يبقى انا لازم الاول اروح اكريت البروتوكول كله. طيب الداتا ديفينيشن او الكود ده، هل في تمبلتس موجوده؟ السيرش قال لي لا مفيش. هقول له طب كريت، يلا نتاكد انه موجود ولا لا، بدل ما اتعب نفسي على الفاضي. طيب النيم، طيب الداتا ديفينيشن اهو زي بعض، ابلكيشن. طيب النيم ده ايه؟ هنسميه النيم اكس اكس؟ لا النيم يستحسن عشان اليوزر ممكن يختار، هيظهر لك تمبلت دي لو في اكتر من تمبلت، لازم حضرتك تختار التمبلت المناسبه. يعني لو عندي اكتر من تمبلت، انا ممكن اخلي اكتر من تمبلت بطريقه معينه، هيبقى عندي كذا تمبلت، اليوزر يقدر يفتح الريبورت ويرن له ويختار اي تمبلت هو عايزه.
بس مش هنعرف نشرح الكلام ده دلوقتي، ممكن نأجل شوية قدام. طيب أنا هسميه بنفس اسم الريبورت كده، خلاص. إيه رأيكم؟ عادي يعني، ناخد اسم الريبورت ده، كان اسمي يبقى باين كده، هسميه بالاسم ده، أحط في الآخر كلمة عادي. طيب هيطلع إيه؟ يطلع إكسل، يطلع بي دي إف اللي أنت عايزه، خليه يطلع إكسل. سكريبتر مفيش. ايه الفايل؟ فين الفايل بتاعك يا استاذ؟ الفايل بتاعي اكس ام ال 2 ده نهايه شغلي، موافق. انا عملت بريفيو يا شباب، طلع معايا نتيجه كويسه. اه كمل شغل، ما طلعش معايا نتيجه كويسه ما استحسنش تروح ترفعه. تمام. طيب الانجليش هو اللغه بتاعتي حسب المكان اللي انت فيه. الله، الدنيا تمام، مفيش أي مشاكل. أه مفيش أي مشاكل. طيب يلا نروح نرن. هرن منين؟ أكيد من Human Resources بارامتر. ممكن أصغر يا جماعة الإيه؟ الريكورد ده عشان تجيبوه شوية. ناخد فاينانس، لا خلينا ناخد حاجة تانية اسمها إيه؟ نجيب معانا إيه؟ سبميت نو فايل فيش فيو اوت بوت. فين الاوت بوت؟ هتطلع لي هنا. قال لي اه ده في حاجه هتعمل داونلود اهو، استعد بقى. في داونلود بجد؟ ده بي داونلود اكس ال سيل، يعني انا نجحت عرفت اعمل اكس ال بكل بساطه كده، عرفت اطلع الريبورت بتاعي اكس ال. قال لي اه تعالى اهو بالمصوص، مفيش داتا. طبعا العيب في ايه؟ في الاداره اللي احنا اختارناها، ما طلعتش داتا، نختار اداره تانيه. ناخد اسمه، نروح نقول له خلينا في التريننج عشان نخلص قاعدة التريننج معانا اهي. نسبمت مانيفست، سبمت نروح سبمت. انا سبمت المغرب ومن غير بارامتر طبعا. من غير حاجة. اختار التريننج دي. سبميت. نو. مش. يو اوتبوت. طبعا الكلام ده الشباب شرحناه قبل كده بس انا بعيده تاني، يعني انا مش ناسي. المفروض المرة دي ناخد شوية كومنز كده بس، يعني ايه احنا بنحسن شغلنا شوية. عملناش بقى يفتح طلع داتا. انت هتفتح ابن القديم مش هيفتح معاك. اقسم لك يعني يا سيدي، المهم نفتحه باقسم سنة 2010 ممتاز لكده. بس بس طيب عاوزين نخليه يفتح على 2010. نفتح من شوية ولا لأ؟ طيب نشوف العكس. جميل، طلع معايا ايه الداتا بتاعت الناس اللي شغالين في التريننج. طيب نثبت على كده، نقفل. ماشي كده الرام جميل، طلعت معايا ايه النتيجة اللي احنا كنا عايزينها.
تمام، ومين فتح معانا الفايل؟ هو عايزين بقى نروح نبدا نعمل تعديلات. طبعا التعديلات مش كل شيء هروح ارفع فين على السيرفر. هنعمل بس يا جماعه نكتفي بالبريفيو بتاعنا اللي هو من جوه، نعمل طيب معانا ربع ساعه نحاول نعمل فيها شويه تعديلات كده ظريفه. في فايل انا حاطه هنا اسمه كومنتس، دي تعديلات طبعا الناس اللي عارفه لغه الاكس ام ال هيبقى الكلام ده سهل عليها، اللي مش عارفه هيبقى الكلام فيه شويه ايه صعوبة. أنا حفيظ زي باخد أو زي يعني زي اللي هيحفظ أنا بحفظ أصلا، يعني باخد الكومنت ده كده كوبي وأبدأ أحطه في مكان معين وأبدأ أشتغل. يا تطلع وماشي يا ما تطلعش، وأبدأ بقى سيرش. طيب إيه الاختيار الأولاني؟ قال لي يا سيدي لو الأبسنس بتاعت اليوزر أول يوم ياخد أبسنس خلاص، لو أو دي رقم واحد يكتب لك فيرست جنبيها، لو اتنين يكتب لك اتنين، مش عارف لو تلاتة يبقى تلاتة، ونكرر بقى. الأبسنس دي زي اسم الكولم اللي عندك. انت مش عامل له الياس بابسنس دايز، هيبقى هو ده الالياس. الكلام اللي بالاحمر ده كده ايه؟ ما يعني ممكن تمسحه عادي مش مشكله، دي الصوره اللي انت عايز تحطها. طيب نشتغل ازاي؟ تعالوا نجرب سوا واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه محتاجين طبعا ايه؟ نصغر الاورجنايزيشن نيم شويه كده مش مشكله، ونصغر اسم الايه الاجهزه او نوعها مش مشكله. طبعا الرو نمبر اكيد كبير جدا جدا على الفاضي، مفيش مشكله لو عملنا كده. طبعا بقى بنظبط الكلام ده، يعني نعمل الياس يا جماعه صغير عشان ايه الكلام يطلع معانا ايه معقول. تمام، ايه بقى الحاجات اللي محتاجه مكان؟ نبدا نشتغل بقى في الجنب الايه. تعالى يا سيدي ناخد بالنا من حاجه مهمه، وفي حاجه اسمها هنا اند. طب كليك قال لي اند، حاجه هنا اسمها اف خلاص. ده البدايه بتاعت الجروب. الجروب اسمه ايه اصلا في الريبورت بيلدر؟ الجروب اسمه جي فول نيم. قال لي انا عملت لك هنا حاجه زي جي فول نيم، ده بدايته. في نهايته قال لي ادم ايه النهايه بتاعته، انا بنهي لك الجروب وانا بدات جروب هنا انهي لك. طيب انا النهايه هنا، يعني اي حاجه هكتبها هتبقى بره الايه الجروب. يعني بمعنى اصح يا شباب مش هتتكرر، الفتره اللي حضرتك عايزها هتتكرر لازم تعمل حساب. ده كده البدايه بتاعت ممكن نقول الستارت كده عادي، اسمها كده ايه الستارت، والثانيه دي اسمها الايه الاند. مش مشكله، انا كده عرفت فين البيجين وفين الاند بتاعتي. طب نسيب الستارت في حالها، خلينا مع مين؟ مع مع الاند. الاند هحتاج اشيلها واحطها بره مثلا، احطها ايه في اخر الكولم الجديد اللي انا هعمله. انت هتعمل كولم ما احنا نشتغل ورد. واحنا ايه ده طلعنا فوق من ده. طيب انا هنا هقول له ريسيرت كولم عادي جدا، تو ذا ليفت تو ذا رايت زي ما انت عايز. خلينا تو ليفت، احنا كده هنسيب الاند بتاعتنا هنا زي ما هي. طيب نيجي هنا نقول له ايه، هنسميه ابسنس كولر. اقول له ايه سيدي؟ ده احنا عايزين نقول له ايه لما تكون الاجازه واحد اعمل لي اللوجو ده. طيب هاخد القدر كده. وانت بتحط الكونديشن ده على اساس مين؟ على اساس ابسنس. طيب عشان نحط الكونديشن ده لازم الاول يكون عارفين. طيب ازاي؟ ممكن تقول له ادي فيلد، وتختار اي فيلد وتحطه هنا مثلا. ممكن تعمل حركه اظرف تروح عامل ده جاي كافي، انت واخد الفيلد بتاع اند ها كافي حطيت ده. طيب افتحه كده هيفتح معايا يقول لي، يقول لي انا اصلا عباره عن الابسنس دي. طب كلام جميل، يعني انا لو عملت لك كده سيف بريفيو بي اف ايه اللي هيحصل؟ اللي هطلع عباره عن تكرار. خلينا تكرار للي انت عامله. الابسنس دايز هو الابسنس ايه؟ خلاص بس قلت انا ما عملتش حاجه. اللي انت بقى عايز تعمله يا سيدي، يلا انا عايز اخد شويه شغل كده شغل ناس محترفين. تعالى واحده واحده كده، اتفقنا ان احنا مش محترفين اكس ام ال، احنا بناخد كود كابي ونعمل له ايه بس. طيب الابسنس دايز ملهاش لازمه، هروح شايلها مش هنا على الماوس ولا شغل. طيب حضرتك هتحط مكانها ايه؟ هحط مكانها الكتابه زي ما انا شايفها. مشكلة، أخذ الأول كده إيه،
الابسنت زي هي السبيلنج بتاع الابسنت ده هو مفيش غلط مفيش مشاكل، لان الاحمر ده زي ما اتفقنا عشان هو ده موجود. انا ماشيين ده واقول له سي تايب اندر سكريبشن، وبدل ما يكون واحد اقول له بيساوي مرضي يطلع لي بطريقه معينه زي ما انا عايز. طيب ناخد كده ايه ايه بقى الكونديشن بتاعك، هقول له شكرا كده نقفل دي. طيب ايه اللي هيحصل؟ نغير اسمها طبعا عشان شكلها كده ولا مش اسمه هنا اندر سكور واحد. نقول له ايه اللي يحصل لما يحصل كده؟ هقول له يا سيدي حط لي اللوجو ده. طبعا انا مش هعرف انزل اللوجو فين فين دوت. حط كده نيجي بعتيه نقول له انت تاني عايز ايه تاني؟ لو ما كانش كده يا اما تروح تقول له اند وين يساوي دين، او تقول له اند كده. تعالوا نجرب دي الاول على خفيف كده بتاعنا. نيجي هنا نقول ناخد لها الطبي ماشي. هنقول له ايه بقى عشان نقفل الجمله بتاعتنا لازم اقفل. هنقول له ايه هنا؟ اقول له كده اهو نشوف ايه اللي هيحصل. ما طلعتش اي حاجة. عشان ده مش واحد. ندور بقى على الواحد. فين الواحد؟ الواحد طلعت قصاده ايه يا شباب؟ قصاده فيرست. اشمعنى؟ عشان الابسس ديز بيساوي ايه؟ واحد. طب الحمد لله نخش علينا بعديها بقى نتقل شوية. نعمل ايه؟ نعمل واحدة تانية. المفروض دي كده نرميها للاخر بقى ماشي. يعني نشوف دي كده ايه تحت دي الاند دي البيجين ودي الاند. نحط بقى في النص اختيارات تانية. ايه الاختيار التاني؟ نقول له مثلا نقول له لو اكبر من الواحد ماشي. نقول له هناخد دي كده قبل نقول له ايه؟ نقول لو دي اكبر من الواحد نقول له كده مثلا اكبر من الواحد خلاص. حط لي هنا مثلا لوجو تاني. عندنا في لوجو تاني ناخد لوجو تاني زي ايه مثلا؟ ايوه عندي ماشي حلو ده. ناخده كده كابي كابي وبعدين نروح فين؟ على ملف الورد بتاعنا يا رب يظهر. ماشي كده سيدي يعمل ايه انت؟ تعال نشوف. نضرب هنا ايه؟ absence days بتساوي اتنين. عارف اربعة شغالة ولا لأ؟ حط ايه؟ زد هنا كونفكشن هنا ماشي. بريفيو درجة كده طيب نحط له هنا مثلا اتنين نشوف العيب في ايه في الفونت ولا ايه. لا ده كده في ايرور في الكود. دي كده نشوف القصة. لما كنا عاملينها كانت سليمة من شوية. هناخد ده كله. طيب هناخد 5 دقايق لو كده بقى هنكمل بقية الكومنز بكرة كده كنت شفت الايرور ده ماشي. ندي 5 دقايق بس. وطبعا الواحد لو نسي بس يعني احنا المفروض بنبدأ التاج بأصغر من وعلامة استفهام وننهي برضه باستفهام وعلامة ايه أكبر من كده. احنا من هنا تاج التاج التاني بنفس الكلام. انا هنا end when
كنت في تبقى تشوز برضه، مش عارف لو كده صح ولا غلط. أو في لابات كده جاهزة فيها الموضوع ده بعدها. فيها المصير أهو، هي بتشوز أهو، وبعد كده بنسوي واحد ماشي ده إحنا عاملينه، بعد كده بنجيب اللوجو، بعدين بنعمل أبسنس ويساوي اتنين. نجيب اللوجو ونسميه. طيب تعالوا نجرب ده كده. طيب طيب مفيش داتا، ممكن في اختلاف في الأسامي. طيب ناخد ايه كده معانا كده؟ بص احنا الـ هنا الـ end بتكون الـ view بتاعت الـ topics الـ end اللي احنا عاملينه النهاردة، صح؟ اوكي كده غلط كده. احنا عندنا الـ end بتاعتنا ايه؟ طيب نشوف كده الـ review. تمام كويس، غلطة كده في الكارنيو ليست بقى، في حاجة مظبوطة. طيب ترى لما يبقى 3 أيام بيكتب لي 3 أيام، لما يبقى يومين بالمنظر ده يبقى يوم واحد بالمنظر ده، مش فاهم؟ احنا بس يعني ايه، هنقعد نطبق مع بعض الأمثلة دي بكرة إن شاء الله، أمثلة يعني كويسة عشان نفس كده جاية من أوراكل ما أعتقد، يعني نجرب مع بعض كده واحد واحد لحد لما نقفل ايه؟ يعني عندنا اللي تشوز، وعندنا ايه كونديشن، كولن فورماتنج هيتغير مع الداتا، variables هتيجي في حاجة اسمها get و set، page break، header، page total، accumulative total. دي accumulative دي يا شباب بتاعت ايه؟ لما تيجي مثلا عايز ت end ال page بال total بتاع مثلا ايه 10 فواتير مثلا في الصفحة الأولانية مجموعهم 100، عايز تاخد ال 100 دي وتروح بيها على الصفحة التانية، تقول له ما قبله، بعدين تنزل تحت بآخر الصفحة ما بعده، مش كده يعني ايه؟ نفس الايه الطريقه دي ال اف سي بتاعت ايه تمبلت بيج توتال. هتحط بقى البيج توتال في اول الصفحه في اخر الصفحه، حاجات زي كده. شوفها ان شاء الله كلها واحده واحده اهو. بس مش عارف هنا كان في غلط ولا ايه، ولا انا اللي حاطط الكوبي بيست غلط. بكره ان شاء الله نكمل الاكس ام ال عشان هو كان الموضوع كبير شويه، وانا حطيت له 3 ساعات اقسمه ما بقتش عارف. بكره ان شاء الله نقفله ونروح خلصنا بدري، نخش شويه في الديسكفري. اتمنى انت عليكم النهارده، مش هناخد ال5 دقايق زياده كفايه كده. حد عنده اي استفسار او اي حاجه؟ حد عنده استفسار؟ حد عايز يسال على حاجه؟ طيب بكره ان شاء الله في ميعادنا، ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه، في ميعادنا الساعه 8 ان شاء الله بتوقيت السعوديه، نكمل مع بعض الاكس ام ال بنشر. احنا أصلنا بس شوية كومنتز كده نطبقهم، يعني دردشة مع بعض، نقعد نفكر مع بعض كومنت واحد اثنين ثلاثة، ده بيعمل إيه، ده بيعمل إيه، ده بيعمل إيه، ونجرب ده يطلع ايرور، نبدأ نتريس نشوف الايرور فين. فأنتوا معاكم الكومنت، مش عارف تعرف تعملها ده موجود من هنا ولا لأ؟ لو مش كده أحسن لكم، يعني أبعت لكم الورد دي أرفعها كده وأبعت لكم اللينك بتاعها على الجروب، وربنا يوفقكم وبشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.